السلام عليكم يا اهل اليوتيوب. دائما احنا في حنا اللي مفاجاه لاهل اليوتيوب واصحاب الجزائر في الخارج، ومع خونا هذا صورناه مقبل من البرج لندن. السلام عليكم خويا مراد، صورناك مقبل. لازم عباك اصحابك دي موندو تليفون من امريكا يحوسوا عليك. اهلا وسهلا، شرف. سلم بلغ عليهم السلام. نسلموا على كل اصحابنا وكل الجزائريين في العالم كله، على بالي حتى في تايلاند كاين جزائريين. كاينين. نسلموا عليهم ان شاء الله وربي يحفظهم. ان شاء الله يروحوا بخير ان شاء الله لوالديهم وديارهم. ان شاء الله يا خويا. سخانة هنا؟ سخانة صيوفي. راهي 40 درجة يا خويا. أبدك. يا خويا المفاجأة السارة، أخونا السلام عليكم. واش راكم وراء الحاج الأخضر؟ العمارة عمارة الحاج الأخضر. لاباس. هذا أخونا نقدر نتعرفوا عليك خويا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعرف الجمهور شكون أنت؟ معروف اللي يعرفوك، أنا الجمهور تاعنا يعرفوك، بصح كاين ما يعرفوكش. فنيين ولا؟ فنيين وشخصيين. شخصيين عمر طايري من برج زمورة برج فواريريج. فنيين عمر سي بن حاج الاخضر، عمارة الحاج الاخضر. الحاج الاخضر وانا نسالو عليكم، ورانا نقول لكم اروحوا تروحوا بها، نروحوا نقعدوا ويا ما تنتبادلوا. راهي السخانة السخانة راهي تسخن 42 درجة والله العظيم. شو ما قدوش يكملوا حتى نصوروا. انا صابر يعني ربي. فيه مشروع جديد، سمعت باللي كان الحلقه الثانيه في العام هذا، يعني عماره الحاج الاخضر المشروع الثاني، يعني سمعت بها حسب الكواليس. عماره اثنين تم تصويرها. نعم. الجهه الاخرى تاع المونتاج تكون في رمضان كما العاده من 20 حلقه. 20 حلقه. 20 حلقه تعالج الامور اجتماعيه. اجتماعيه جوج شهور، قالب فكاهي وهزلي. وبيرسونيلمون انا راني في العام الثالث تاعي عندي عمارة الحاج الاخضر، مش هو المدينة عندنا يومين ملي كملنا التصوير تاعو. فيلم ثاني بوليسي فيه يهضر على الحرقة، يهضر على الترافيك، يهضر على بزاف الخصوص اللي رانا نعيشوهم. ومسلسل اخر ان شاء الله تروا جور نبداوه اللي اسمه جروح الحياة، ثاني مسلسل اجتماعي. لا وين نلعب انسبكتور بوليس دون لي دو سيري. الله يبارك يا خويا. الحاج الاخضر قال لي دبر خدمه، راني دبر راني خدام. الحاج الاخضر ان شاء الله يجونا في اليوتيوب الحاج الاخضر. بليزير. وكان كان هنا ان شاء الله المره الجايه، المره الجايه ان شاء الله. يا خويا في بلاصه. يعطيك الصحه يا خويا. يسلمك عليكم وربي. مصحاب البرج قول لهم مصحاب البرج، هي ماشي قربي. ها رانا في البرج ما كان. ها رانا في البرج تحب تروح دورة هنايا بالله رجع عرقان. خير. راه لحقت 140 درجه في البرج. 40 درجه تحت الضيف. 780 في الشمس. طيب باين الشرشم اخويا. يعطيكم الصحه. صحيح. ورانا ملاح ان شاء الله. نستناوكم باكي تجيو. انا جيناكم. فوالا روحوا اخويا. جيناكم منين نصوركم؟ هذه جيتو نسلكوهم هنا. يعني نخلصوهم والله. اسمع. اسمع ويعرفني مراد جاي عندي وجابني خويا. انا سيبتو خلاص. يعطيك الصحه اخويا عمر. انا زيدنا حوايج. زيدنا زيدنا. يعطيك الصحه اخويا. وربي يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله ديروا حاجات مليحه للجمهور تاعي في رمضان. بعد رمضان وعلى لا فامي احنا رانا هنا وني لا باش نجيب لكم ليماج تاعنا ونشرفوكم ونفرحوا بكم ان شاء الله. وزاد لي نوت. يرحم والديك خويا. شباب السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. حسمت والله عم يضحكوا عليك صحاب الجزائر، يضحكوا عليك صحاب الجزائر خويا استاذ. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. هذا احنا في حنا هذا الموضوع مخدوم للناس في الانترنت في الخارج، اصحاب الغربه في فرنسا في الامريكان في كندا في يعني في عامه الجزائريين عامه وخاصه لاصحاب الغربه لانهم اصحاب الانترنت يشوفوا. ما يعني مش تقول للناس هذو بصفتك انا سكان البرج قدم يعني كلام لاصحابنا هذو. نظن باللي احنا في البرج. نعم. يعني اذا كان هنا عندنا عليكم شويه فايتينكم شويه شمس، عندكم الشمس بصح هكذاك انا نحسوكم السخانه هذه الحراره هذه الحميميه هذه نحسوكم بها. بارك الله فيك. تسمعونا بتسمع الجنة. الله يبارك. شوفوا البرج مليحه. ستين فيل نعيش دوا كيما يقولوا عن بالهم برج بلي شغل بكر والو. السيد قال لك بلاد انتلكتويال. بلاد مثقفين، بلاد ناس تعرف، بلاد ناس ثاني مرحبا واعرين كينوضوا فيهم كلش. سيت اون فاريتي كي سانتربيت ان بو بارتو. تلقاهم في اوروب، تلقاهم في بارتو تاع قدام برك. وكيما انت هكذا سيدي ديناميك. بارك الله فيك. كيما الجماعه كيما الارتيست نتاعنا يا سي عمر. كاين بزاف يعني البرجات فيها فنانين بزاف. الله يبارك. عينه عينه على الفنان الناجح.
عن انسان ناجح انسان طريق هو الاجتماع كما الصحفيين هذو ما حبوش يبينوا روحهم ما حبوش يبينوا روحهم قولوا الصحفي تاع الفجر الجورنال اه وزيرو شويه برك باش يعطلوا روحهم ما حبش يهضر دوك تهضر معاك على بالك نديروك صحيفه يوميه الفجر دوك لازم تهضر قول 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 لا ديريكتريس مدام حدا لا 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 نقدر نجاوب نقدر نجاوب حبيتو شويه على البرج البرج برضو نرجع لك تايا على تخبى هذا صحابي يا جماعة مخبي وجهه تاع يومة الفجر أنا جبناه ومخبي روحه أنا شخصية غنية عن التعريف لكن نحشم خويا السلام عليكم أستاذ أنت جريت آخر ساعة جات آخر ساعة واش تقول الشباب الشباب هذو تاع الشباب هذو تاع الغربة مساكن هذو يشوفوا فينا كاع مساكن حنايا بصح رانا كل واحد وظروفه يعني في قهوة الغربة هي غربة صح ولكن الحمد لله حنا عايشين نتمنى يعني الحنين للوطن نعم احتياجه بزاف وهذه نصيحه ليا من بلاد الاخر بلاد الناس صح بارك الله فيك خويا يعطيك الصحه السلام عليكم نعاود نرجعوا كاستاذ اسمع لي انت كتر برج هي مدينه تي في كولونيال مي سي ريسورس يعني زوج الحق في بارتي دون اتراكسيون دو تريبي عباره عن نفيس من القبائل شكلت يعني هذه المدينه اللي تشوف فيها شكلت على يعني ارث تاريخي ممتاز يعني في منطقه وين تجمع كل التركيبات يعني اجتماعيه وثقافيه على هذيك نشوف بلي برج فيها حيويه في حيويه فكريه في حيويه ثقافيه في حيويه والمخموش جامد انا كاع الناس في حيويه اقتصاديه c'est une ville économique une ville de vivre organique وخاصه في الالكترونيه عاصمه الالكترونيك الكترونيات et surtout sur le plan culturel c'est une ville qui a tracé depuis des années et des années un chemin vers cette vocation culturelle فيها عندها بزاف من بزاف من المسرحيين احسن مسرحيين في الجزائر السندري اكبر في الجزائر سي عبد الكريو موسيقيين يعني رياضي كبار رجال تاع التاريخ ومقاومين كما المقراني بن عبد الحداد واسمو هذاك المقراني ومزراك عندها رجال كبار اذا سي اون فيل اللي نقدر نقولوا جمعت لي طروف اطراف هذه تاع القديم كامل وخلقت عليها الثقافه هذه على هذيك اللي عندها هذا الاكستنسيون تاعها التوسع تاعها يكون توجه يجمع بين الاقتصاد يجمع بين التنميه يجمع بين الثقافه سي بور سا تلقى فنانين ما تلقاهمش في العاصمه تلقى ادباء ما تلقاهمش في العاصمه تلقى مفكرين ما تلقاهمش في العاصمه تلقى تجار في سبري يعني وكاننا عايشين هنا بصح لي سبري هيك صح مش معناتها لي سبري اللي معناتها يصير صح كاينه حاجه اسمع لي شوف الموضوع هذا كاين هنا راحت البال شويه راحت البال كاينه في العاصمه ما يقدرش يستعمل الافكار تاعو لان الناس مشغوله والعواصم الكبار هذو فيهم ما فيهمش راحت البال هو الشغل نفسه هو القضيه الديناميك ايكونوميك لا ديناميك سوسيال سانتربريت بنظره مختلفه بس نفسها موجوده يا ديناميك ايكونوميك يا ديناميك سوسيال يا رابروش وهذا المجتمع هذا صح يبقى انه برج تميز كونها يعني قدرت تجمع في فتره قياسيه تشكل واحد النواه كبيره في حين ان ولايات كبار اقدم وعندهم ما قدروش يشكلوا هذا في فتره قياسيه قدرت تشكل هذا التركيب الحمد لله ان شاء الله يا خويا ان شاء الله نتمنى الفريق بارك الله فيك كل بونز من الزيميغرين تبعنا المغتربين تبعنا انهم ما ينظروناش انظار فقط لانه سلبيه نظرات نوستالجيا باسكو حنا ونا با بوزوان دو نوستالجي بروبليم كو شاكان دو نو يكشف البلوتوث حاب يشوفنا باش يتفكر نفسو نو لازم يفيها با لازم على الاقل يحاول انه يعيش اللحظات هادو مش قاعد على بالنا بلي الوقت صعيب الظروف صعيبة شوية بصح نطلبوهم باش يجيو من اي منطقة من الجزائر يجيو يزورو باش يتأملو يرتبطو شوية
نسبة ميديتاسيون إيسا دو فيغ دو ميديتي لو ليسباس أنسيسترال باش يحاولوا أنهم يكتسبوا شوية ثقة في أنفسهم كيجيو لهنا. بارك الله فيك أخويا والسلام عليكم يا جماعة، وإن شاء الله هادو جماعتنا هنايا خويا عمر، السلام عليكم وبارك الله فيك إن شاء الله. وأرواحهم كيان كاينين ترونسبور كاين أرواح جبنا عمر الحاج الأخضر هذيك كاين بو كامل. السلام عليكم، السلام عليكم، يعطيك الصحة أخويا، السلام عليكم.